السلام عليكم، اهلين فيكم. فيديو جديد او اقدر اقول فيديو معيود، ما ادري بنسميه. المهم انه ابل حبت ترجع النسخة نفسها، النسخة الثالثة، ارسلتها مرة ثانية. لو نخشنا نخش عام نشوف الارسال، النسخة التجريبية الثالثة. طبعا الاسبوع اللي راح انها محدثين ذي النسخة ومسويت لها ريفيو في القناة وكل شيء، لكن ابل حبت انك ترجع النسخة نفسها، ما ادري ليش. فالحمد لله انها رجعتها، الحمد لله انها ارسلت نسخة ثانية بسرعة، لان تشوف المشكلة اللي صارت عندي، الجهاز يعلق، وللآن الجهاز يعلق عندي. فنشوف اذا النسخة بيعدلون فيها، ايش بيسوون فيها، ما ادري. بس نحدثها معاكم ونشوف. لو بنشوف هنا، نخش ندخل حق البلت نمبر، نصوره، ننزل تحت نشوف الفيرموير موجود هنا، نصوره. بس ننتظر الحين النسخة تحدث ونشوف. طبعا ما في تعديلات، ما في اي شيء. لا تفكر ان ابل سوت في شيء، النسخه ما فيها اي شيء جديد، فيها مشاكل شكلها ونزلتها مره ثانيه، مو بشكلها، لا 100%. تعرفون المصيبه اللي صارت عندي، فاللي ما يدري ايش المشكله اللي صارت عندي في النسخه التجريبيه الثالثه يخش في القناه ويشوف الفيديوهات. تقريبا ثاني او ثالث فيديو تو ينزل، يعني قبل 3 ايام او 4 ايام. نشوف ابل الحين ايش بيسوي في ذي النسخه. طبعا الجهاز فاضي، لازم نحطه في الشاحن علشان ينزل النسخه. النسخه التجريبيه الثالثه الاولى، يعني ما ادري كيف اقولها، iOS 13، النسخة التجريبية الثالثة الأولى، نزلت على جميع أجهزة أبل إلا على الآيفون 7. ما نزلتها أبل، ال 7 وال 7 بلس ما نزلت عليه ذي النسخة. فالحين النسخة التجريبية الثالثة، النسخة الثانية حتى الاسم ما بعرف كيف اقوله، نزلت الحين على الكل. فالحمد لله، ان شاء الله ذي النسخه تكون افضل. ما ادري ليش ما نزلت على الايفون 7 النسخه الاولى، فنشوف ذي النسخه وشوف كيف، وان شاء الله تكون افضل بكثير من النسخه الاولى. المهم ننتظر تحديث ونشوف ميزات جديده، نرجع معاكم بعد التحديث. اوكي، اخيرا اشتغل، توقعت انه بيعلق. الحمد لله اشتغل. لو بنشوف الحين، نخش الاعدادات، نروح عام، حاول شوف الرقم تغير هنا الحين، 17A5522G، هذا الرقم القديم اللي كان موجود. ونشوف الفيرموير الحين 1.5204. راح نشيك احنا على السرعة وكل شيء. شيء جديد؟ ما في شيء جديد في الجهاز، يعني ما يحتاج اني ابحث معاكم ولا شيء، لان اصلا النسخة اللي نزلوها الثالثة دي اللي بس بوم نزلوها حق جميع الاجهزة وخطروا الايفون 7، احنا رجعوا نزلوها ونزلوا الببليك برضو حق العام البيتا. ف ما في اي شيء جديد، ما في اي شيء جديد ابد، يعني مستحيل اني اقارن لكم اي شيء. فنفتح الجيك بنش نشيك نرجع معاكم. يا ساتر، نتكلم عنها شوي، بس خلينا نخلص نرجع نسوي الحق معالجة الرسوميات، نرجع معاكم بعد ما تخلص. اوكي، خلص معالجة الرسوميات. لو نروح الهيستوري، خشينا نشوف معالجة الرسوميات البداية. لو بنشيك عليه، النسخة التجريبية الثالثة الأولى كان معطيني 21314، الحين اعطاني 20695، قلت شوي، ما راح تصير فرق كبير، 1000 عادي او اقل من 1000 برضو. نخشين هنا الطمه الكبرى، النسخة التجريبية الثالثة الأولى كل النواة يعطيني 11358، الحين 7881 بقوة منحط. حتى التعبير حقي جاي بالعيد فيه، جميع النواة طايح بقوة، عند الجهاز مبحار، بس ما ادري ايش السالفه. اما للنواه الواحده 4776، اوكي ما في فرق كبير، لكن مثل ما تشوفون جميع النواه، يعني يمكن راح الاحظ بطء في الجهاز في الاستيعاب. راح نشوف قدام، والله في حتى في اللمس شوي مو مستجيب في كل مكان، بس نشوف. لو بنشوف سبيد تيست نشيك، طبعا الواير لسه هنا، هنا نضغط. اوكي، التاخير 3 ملي سكند. داونلود الحين 62، الداونلود الرافع معطيني 80، 82، اوكي 80. طيب نجي الحين نطفي هنا، شغل الشريحة، نشيك على الشريحة، نضغط. حلو على الشريحة، حلو، بس ان التأخير او البنج 64 عالي، داونلود 152 ممتاز. الابلود كل ما انا بيطيح جالس، اوكي 18. لو نخشينا لحق التواريخ القديمة، 152 اللي قبل 127، الرفع ما تغير، تحميل يعتبر ما بذيك الدرجة، ما في فرق كبير، يعني ما يحتاج اتكلم من الرفع والتنزيل، هذا تشوفون الصورة، توقفونه وتشوفون كل واحدة بتاريخها. بس
هذا الفيديو ما في تغييرات جديدة، ما في أي شيء بالجهاز أو في النظام، فراح نشوف البطارية تكون كويسة ولا مو كويسة. التعليق اللي صار لي إن شاء الله يروح وخلاص يرجع الجهاز طبيعي إن شاء الله، نشوف قدام. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.